مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج شنو رايك. العماله الوافده في بلادنا واجده، عندنا العرب وعندنا الاجانب وعندنا الافارقه. اليوم موضوع حلقتنا حيكون عن هذه الفئه، حننزل للشارع ناخذ راي العماله الوافده في معامله اهل المدينه لهم، شوفوهم هل يعاملوا فيهم بالاحسان ام لا. الشيء الثاني حنصل فيه اليوم العماله الوافده هو موضوع اللي صار في بعض الدول وبعض المدن عفوا الليبيه، وهو بيع الرقيق او سوق النخاسه او بيع العمال كما احنا نقوله بالعامي. ناخذ راي المواطن، لو انت اجنبي وعايش في البلاد وتلقى انسان جاء خذاك وباعك لانسان واحد اخر، كيف حيكون رد فعلك؟ كيف حيكون انطباعك على هالمدينه؟ كيف شنو الكلمه اللي حتقول لهم اليوم؟ نكمل محمد القماطي مع بعضنا، حننزل شوارع المدينه وناخذ راي العمل الوافده في هالموضوع. مشاهدينا الكرام بكم ومعاكم وبسم الله، هذا حلقتنا من برنامج شنو رايك؟ بديت اعرفني على ها؟ انا اسمي سيد. سيد كم لك عايش في ليبيا؟ والله قضيت سبع شهور كده، الشهر ده سبع شهور. الله يعطيك الصحة، قولي كيف شفت معاملة أهل بنغازي لك؟ والله أحلى معاملة. والله أحلى معاملة. غير مجاملة. لا والله والله غير مجاملة والله. والله الحمد لله أمورنا تمام 100% والحمد لله رب العالمين. هل في مثلا أنت كأجنبي، أنت كمثلا كأجنبي على 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 البلاد، لقيت مثلا من محترم لك الكلمة، من يسب، من يضرب، من يشتم فيك، من والله ما في حد. والله قاعدين يعني بفضل الله ما في أي حاجة والحمد لله رب العالمين والله. لما تعدي العمل معين، تدير أي أنت عامل، في من كله حقك؟ لا والله. ما فيش حد والله خطأ عليك خالص. لا والله. يعني أنت هنا يعني أنت هنا متريح في بلادك؟ والله الحمد لله يعني الناس في قادر يعرف ازاي احنا قاعدين على حالنا ونسترزق على حالنا، ناس فقراء يعني في الاخر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لكن انت يعني شايف انا مش حد هنا يصير في المعامله؟ لا والله يعني معامله كويسه، ما في شيء حاجه، قاعدين على الطريق زي ما انت شايف والحمد لله. ربي شاري يوسع رزقك. احنا ربنا يخلينا الديش بصراحه، يعني من غير الديش احنا ما نسواش حاجه، ما بقول مجامل ولا اي حاجه. شو توصل رساله اليوم لكل اهلنا في ليبيا؟ والله انا اقول ربنا يصلح حال ليبيا. يعني الناس منك فيها لقمة عيش والله، وانا زعلان على ليبيا وقال وربك لأهلك. توصل اهلك مصر يعني. والله المنيا بالذات. والله المنيا ربنا يحفظها ويحفظ ليبيا ويحفظ شعب العرب كله. الشعب المسلمين كله ربنا يحفظها يعني ان شاء الله. علي خالد محمد. علي انت منين؟ من مصر محافظة المنيا مركز سمرود. الله عليك. حتى لقينا واحد غادي من سمرود حتى هو. قول لي كم لك عايش في ليبيا؟ في بنغازي بالذات. ادري 8 شهور. ما شاء الله. يعني بالتفطين تو هذا من جيل. كيف شفت معاملة اللي بين لك؟ سمح. هل في من يعني فيك معاملة سيئة؟ في من يمد يده؟ في من يهين فيك؟ لا والله أمانة بنحكي بصراحة. والله ما في. ما فيش أي حاجة. لا والله. سمعت تو اللي صار في مدن في ليبيا للأسف صار فيها إن هم يبيعوا في العمال، هو بيع رقيق. سمعت بيه موضوع أنت؟ لا والله. أنت كمواطن أجنبي، اجنبي على الدوله يعني بس عربي اخونا، لما تلقى انه مثلا يجي من ياخذك ويستعبدك يبيعك لواحد اخر او تخدمه ما يعطيكش حقك، شنو بيكون رد فعلك؟ والله بحكم ان انا اجنبي وما يعني ماليش حريه تصرف في البلد بترك امر الله. بس فيها قانون. فيها يعني تو خير من خمس سنين او خير من سنتين لورا، بقي فيه جيش، بقي فيه نظام، بقي فيه شرطه، بقي في مراكز، لو في حاجه ممكن تروح تشتكي. صار معك اي شيء ما تروح تشتكي في المركز، في جيش، في شرطه. ما صارش معك اي حاجه قبل مشيت شكيت حد؟ لا يعني الحمد لله انت بالسليم ماشي تمام امورك طيبه. شو توصل رساله اليوم كل اخوتنا اللي بين؟ والله البلاد ما امنه بجيشها، تو في جيش الحمد لله. ربي يحفظك يحفظ بلادنا وبلادكم ان شاء الله. احنا وانت يا عم. اسمك؟ حازم. منين يا عم؟ حازم. حازم. حازم منين يا حازم؟ من مصر. منين من مصر؟ منين؟ من منين؟ قولي انت كم لك عايش ليبيا؟ انا تو لي سنتين. سنتين؟ ما شاء الله. كيف شفت معاملة الليبيين لك؟ والله يعني في ناس كده وفي ناس كده يعني. احكي لي بصراحة، شوف نحن اليوم نبي نحكي. نحاول يعني نعم احكي لي. في ناس ولاد حلال وناس يعني حشاب. يعني في الدنيا كلها مش في ليبيا بس. كل مكان فيه الزين والشيء. ايوه في الدنيا كلها، يعني وربنا يصلح على البلاد. الحمد لله. هل اشتغلت مع حد مثلا مرة ومثلا كلها حقك؟ لا والله ما صارتش هادي. لا ما صارتش هادي. يعني بصراحة خدمت مع ناس واجدة وأعطاني فلوس. ما صارتش.
وربنا يحفظ البلاد وربنا يستر عليها. قول لي انت حسيك بادي قاعد تبي تحكي. تعال شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ ايمن. انت منين؟ من المنيا. المنيا فاضيه معناك قاعد غادي. قول لي في بلدان في بلادنا سواء في ليبيا او برا ليبيا او في مدن يبيعوا في العمال اللي هو اسمها تجاره الرقيق، عارف بيها سمع بيها من قبل. انت مثلا عامل اجنبي على البلاد، ناخذك تقول انت نبيعك من واحد لواحد، ترضى انت بالشيء هذا؟ لا ارجع لاهلي، عايز ارجع لاهلي. تبيعني كيف انت؟ انا راجل جاي اخدم على حالي واروح. عادي لاهلي تبيعني كيف انت؟ انت اللي خلقتني عشان تبيعني مثلا؟ مش انت اللي خلقتني ولا جبتني عشان تبيعني انت للناس؟ شو تقول للناس اللي بيبيعوا في العمال؟ الناس ما تخافش ربي هذول، شو تقول؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل زي ما قال لك صح. عفوا عليك. فاتح محروس. فاتح انت منين؟ من المنيا، جمهورية مصر العربية. كم لك في ليبيا عايش؟ والله ديري قريب 24 سنة. ان شاء الله. عمرك كلها هنا يعني؟ والله بعد ما خلصت الجيش توكلت على الله وشديت الرحالة على هنا. الله يديك الصحة. قول لي كيف شفت معاملة الليبيين هنا في بنغازي لك؟ ثلاث سنين اللي فاتت. والله المعاملة مختلفة عن الأول، غير الأيام بعد الثورة وبعدها. في حاجة جدد شوية على الشعب في المعاملة، إنما الأول والله على عامة يعني شعب طيب، بس ممكن الظروف مغيرة، في ناس متغيرة شوية فيهم. الوضع اللي صاير والعصبية. الوضع العصير ممكن ناس، ممكن في ناس صدرها ضيق شوية مش متحمل. عصبيين. ممكن في العصبية شوية. شوف سمعت أنت على موضوع في بعض المدن في ليبيا اللي يبيعوا في العمال. يبيع في العمال؟ صارت هنا عندنا. يبيع في العمال يعني. هي البنادم متباع، احنا رجعنا الرقيق يعني والنخاسه ولا صدق النخاسه. شو رايك انت في الموضوع؟ انت رجل اجنبي على الدوله. والله انا ما سمعتش الكلام ده. هو صار به معامله اصلا؟ لا والله ما ينفعش اصلا يعني، ما يصيرش الكلام ده. فاكرني ما ينفعش، لان احنا والله لنا فتره سنين هنا ما فيش الكلام ده، ومعامله كويسه معقوله في بشر. حصل في بعض المناطق مش محرره هنا في ليبيا اللي مازالت مش تحت سيطرة. نعم ايوه. شنو انت رد فعلك على هذين؟ هم وقت ما يدوا على الاسلام وعلى كذا وعلى كذا، امال كيف يبيعوا يعني؟ كيف يرجعوا عصر الجاهليه تاني من جديد يعني؟ الوقت دول اما يتكلموا مش ما يقولوا الاسلام والدوله الاسلاميه ومش عارف ايه. طب ما هذا الوقت رجعوا لعصر الجاهليه وعصر الكفار، امال كيف يتحدث عن الاسلام ويبونا احنا نتحدث عن الاسلام ونعمل زيهم ونتبعهم؟ ده كلام كله كلام فاضي. شو توصل لهم رسالة الناس اليوم اللي بيعوا في العمال؟ نقول لهم حرام عليكم، الناس خلاص زمن العبيد انتهى، ما فيش الكلام ده، ما فيش، كل الناس احرار. تعرفوا عليك؟ الحمد لله. احمد عبد الوهاب. احمد ازيك يعني؟ الحمد لله تمام والله. انت مصري؟ ودي شرف ان انا مصري. ربي يحفظ مصر ان شاء الله وهالهيام. قول لي يا احمد كم لك عايش ليبيا؟ احنا من 2005. من 2005 من 12 سنه. قول لي كيف شفت معامله اهل ليبيا في بنغازي لك؟ والله ما فيهم ناس جدعان وفيهم ناس اي كلام. فيهم ناس جدعان يعني تحط على جرح يطيب، فيهم ناس اي كلام. في منكله حقك؟ والله هم ما يتعبوا في الدين، بس الدين متعبني. بحث لا في الـ في الـ في العمل، لكن انت قصدي لا في العمل الناس كلهم تمام والله. ربنا رزقنا بناس يعني ما شاء الله عليهم، اصحاب المحل يعني ناس فوق ما تتصور، بدون معروف. قول لي وكل حاجه والله. وبعدين اشره عمر تربين معاهم من 2005 يعني تو ما شفت منهم معامله سيئه. لا ناس جدعان يعني. جميل. في بلادنا في للاسف في بعض المدن صار فيها بيع العمال. سمعت عليه الموضوع انت؟ بيع الرقيق سوق النخاسه. انا شفت على الفيسبوك. تمام. رايك انت في كمواطن اجنبي على الدوله في هالموضوع؟ تمام. لا والله انا ما شفتش بعيني، ما نحكمش يعني. لا هو صار. تمام. في بعض المدن صار فيها الموضوع هذا. انت كمواطن اجنبي تو لا قدر الله البعيد تطيح في واحد يجي يبيعك، شو انت شو رد فعلك لما سمعت انه معقول ردينا العصر النخاسه من جديد؟ شو رد فعل انت كمسلم كمواطن؟ ما ينفعش طبعا تبيع شخص، لانه الروح يعني بيد ربي، مش يعني مش هيعمل لك ايه يعني؟ ما تقبلش على نفسك ان هو يبيعك. خلاص قول له بتن قبل ما تبيعني وخلاص. ما توصلش للمرحله دي، جاهليه ايام الجاهليه زمان دي. كنت متوقع ان الموضوع هذا يعاود من جديد؟ والله ما ظنش. اسمي عصام ادم اسحاق بركه. عصام كم لك عايش في بنغازي؟ والله تو حاليا لي حكايه الخمس سنين ان شاء الله. طيب ان شاء الله. بدي اسالك كيف شفت معامله اهل بنغازي لك؟ هالفتره والله شنو تقول لك؟ تقدر تقول يعملوا معامله خود.
فحتى انا معك كلمت كثير عن بنغازي، فبشدد حب لبنغازي للي كتاب اسمه بنغازي. حبيت اني اطلع بالكتاب هذا، فلقيت في الكتاب هذا حاجات واجهة عن بنغازي، حاجات كثير انا حبيت افهم شنو هي بنغازي من جوا. هي العمان، هي الحب، هي الود بين الاهل، فيها اشياء كثيره طبعا. في اشياء انا حط يعني احيانا يجيك شاب او حاج كبير، انا نستغرب المعامل حقت اهل بنغازي. في اشياء كثيره انا بندهش عليها طبعا، على المعامل حقتهم، على المعاشره. فمعاملهم معاملتنا انك انت مش اجنبي، معاملتنا انك انت واحد منهم، جزء من العائله. في عمر حد كلا حقك اشتغلت مثلا مع حد قبل المحل مثلا كلا حقك او هنا؟ لا الحق لانه استاذ ميدا لا يسامحهم اهل بنغازي كلهم، سواء اللي خلت في حقي او انا خلت في حقه، اللي يسامحهم كلهم الجميع. انت انسان متعلم، ونبني اسالك على موضوع، سمعت على موضوع في بعض المدن داخل ليبيا اللي ما زالت مش تحت الجيش الوطني، فيها ردت فيها موضوع بيع الرقيق او بيع النخاسه او بيع العمال، ياخذوا في عامل اجنبي من افريقيا او من هنا ويبيعوه. سمعت به الموضوع هذا انت ام لا؟ والله يعني انا تمام الكلام هذا. انت كمواطن، كمسلم وكبني ادم واجنبي على البلاد، سمعت ان هم في ناس تبيع في العمال او بيردون عصر الجاهليه، شنو رد فعلك يكون؟ لا أنا يعني هذا أنا دي أسميها ثقافة قد انحطاط. دي ما حاجة إن هي معاملة إن عملوا بها الأجنب والحاجة شلت. فأحيانا حتى الإعلام بيزيف الحقيقة في بعض الأحيان. فدي مسألة أنا يعني أنا هي الناس اللي تبيع في العمال، هي صارت وأثبتت الناس اللي باعت العمال، شنو أنت توصلهم من كلمة؟ لا لا الدين الإسلامي ما قال شك. فالدين الإسلامي يدعو التسامح، يدعو الحب، يدعو الود. فما فيش داعي انك انت تبيع رقيق بشر. فهو ربنا قال لقد كرمنا بني ادم، فرب الله عز وجل كرم الانسان، فما في داعي انك انت تبيع شخص ولا مجرد انك تبيع شخص انت تبيع كرامة الشخص، ما في داعي للكلام هذا كله. فنسال الله ان يحيي الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك ربي يعطيك الصحه. الله يسلمك استاذ حمد. طيب ان شاء الله. ليس في بعض المدن للأسف صار فيها موضوع بيع الرقيق، بيع الرجال، بيع العمال، سوق النخاسة، كل هالمسميات يعني ما معناها بالعامي إن يأخذوا في العامل الأجنبي ويبيعوا فيه من واحد لواحد. أنت كمسلم شنو رأيك في هالموضوع؟ لا والله أنا ما سميتش أصلاً، لكن شنو كلام خطأ يعني، لو كلامنا موجود خطأ أصلاً. أنا والله ما سمين ده نور كلام خطأ. عليش خطأ إنسان يعني، الناس كلهم بعضهم وناس كويسين يعني وكير كده يعني. يعني أنت ضد إن أي حد يبيع العمال؟ لا 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 ما ينفعش. ده الناس كلهم مع بعضهم، الانسان يعني كلهم مع بعضهم. لا قدر الله الا قدر الله، لو جاء واحد خذك خطفك وجاء باعك في مدينه ثانيه، شنو تقول له من كلمه انت؟ والله انا اقول له يا اخي الانسان يعني، انا وانت كلنا كيف بعض، عرفت؟ ايوه لا 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 فرق بين عربين ولا جميل الا بالتقوى. كيف شفت معامله اهل بنغازي لك؟ بنغازي تو كويس، تو خير، هذه زمان مستمر، تو خير، تو كويسين يعني؟ تو كويسين. بس في حد في الشغل يضرب فيك يعني، فيك معاملة شينا؟ لا طبعا الحمد لله. زمان في مشكلة دي ليبيا دي بنغازي، هذا كثير مشكلة. زمان كان في حرب. توه الحمد لله. توه الحمد لله، توه كله كويس بنغازي. بالنسبة للبيد اللي ريت أنا بيد إن الأساس إن الضرورة تكافل الأعمال مع بعض، بحيث ان يعطوا صوره جيده. لكن الله غالب الامر يعني، شوف انت الوضع اللي سير في البلاد، حتى لو كان مثلا في جهود مبذوله من المجلس النواب ما يحضنش المواطن البسيط العادي. لكن احنا المواطن البسيط العادي هو اللي في حاجات لازم يطلبها يوفرها لها المجلس النواب. زي شنو مثلا؟ الحياه اليوميه، معيشه الحياه اليوميه، هذه لهم دور كبير فيها يعني. في الاساس يعني المفروض تتكاتف الجهود وشكلوا لجان وشوفوا هالناس، الناس الرقاد الرياح هذول من ناحيه السيوله، من ناحيه نقص الدواء، نقص الغذاء، هذه في امور يعني ما لازم ننظر فيه جانب. والله يا سيدي يصلح الله الحال ان شاء الله. ان شاء الله يصلح الله الحال، وان شاء الله ربي يوفق كل واحد. يصلح الله الحال قلت لك، ان شاء الله هذه نقدر علينا. والله يا ريت مرينا منهم شيء، مرينا منهم شيء بالكل، حتى حاجه مريناها المنطقه تقف هي بروحك. شنو الشيء كنت متوقع منها انت كمواطن اول ما انتخبنا النواب؟
وانتخبناه نبغي يمسكوا ليبيا، شنو توقعت انهم يقدموا لك؟ قلنا ما شاء الله هذا انتوا يبنوا البلاد ويسقموها ويبنوا ويبرموا على تو نحكي لك على المنطقه، انا مالي مال النواب تو، قال المنطقه هذه لا فيها ميه لا فيها شيء، وحشاك الكنيس قال مكدسات، والعمليه وضع بالهون بالهون، ونشد اي واحد نجمع. ايوه يا سيدي. النايب حطوهم باش يخدمونا، نحن اخترناهم باش يعمروا بلادنا، وانت قلتها الابيار كيف ما هي بحالها من زمان وتو. قسما بالله ما تغير فيها حاجه. شن توصلهم الرساله لي؟ الرساله يا اخي خدموا ارواحهم بس كلام المواطن والله كيف ما هو الاول. شن تقول لهم فيك فيه؟ شن توصل؟ شن ما عندنا ما نقولوا لهم تو وعد الله غالب هيك تحولوا تعاتي مسكه حوتر وخلاص القصه هذه. والله ما رينا منها حاجه بك. ما رينا منها شيء بك بس نغر. شنو توقع انت؟ شنو كنت ترجى منهم؟ والله شنو يقدموا لك؟ شنو كنت تتوقع؟ والله الخير قبل كل حاجه. ما رينا منهم شيء بك. كلامك على كلامك وخلاص ما رينا شيء. شنو توصل لهم الرساله اليوم؟ شنو نقول لهم؟ والله ما عندي ما نقول لهم. خيبت املنا رجيناك. والله رجيناكم وما ما فيش حاجه. رجيت في مرجى كمل. ايوه ان شاء الله خير. ان شاء الله يلا. والله ما قدم شيء صراحه يعني. يخدم اللي حاله خلاص، كل واحد يخدم اللي مصلحته الخاصه. والمواطن والمواطن المسكين قاعد حاله يشغل، حسب الله انه كل فيهم وخلاص، وربي يكون في عون المواطنين. اول ما انتخبنا النواب شن كنت متخيل الحاجه اللي حيقدموها لك؟ ترى هيك وصف لي وقت مشيت انتخبت. والله انتخبت ان شن كنت متخيل انه يصير من تغيير في البلاد؟ تغيير يصير للافضل ويشقى بالمواطن. المواطن هو اللي دفع كل شيء، الضريبة كل شيء دفعها المواطن. مشاهدينا الكرام في جولتنا اليوم داخل مدينة الأبيار كنا في حلقتنا من برنامج الرايق قابلنا شباب ينظفوا في مدينة الأبيار، نوجه لهم تحية كبيرة جدا ونطلب طلب من كل خوتنا في الأبيار أن يحافظوا على مدينتهم. منطقة حلوة وناسها طيبين وناسها كويسين وناسها كرام وهالجود، فنتمنى ان هم يحافظوا على النظافة اكثر بكثير. فتحية كبيرة لهم، تحية لهالشباب اللي حاليا قاعدين ما شاء الله عليهم ينظفوا في مدخل المدينة. وهذه هي بلادك ما قلنا مش حنخافوا عليها، ان في ناس تحبها وناس تحميها وناس تخدم فيها، فتحية لهم، تحية لكل هلنا في الأبيار. والله وسؤال بكل صراحة بكل صراحة ضعيف جدا للأسف الشديد. والله اللي في صالحنا تو الجيش، خاطي الجيش ما في شيء. سيادة المشير توقع أن النواب يقدموا لك طيلة هل والله توقعت أن يغيروا في البلاد تغيير كويس بك، لكن للأسف الشديد ما لا مصالحهم الشخصية خطية. شو توصل من كلمة اليوم النواب؟ شو نقولهم؟ والله الانتخابات قريبة جدا إن شاء الله، ونحن مع الجيش ومع المشير، والدولة بدون الجيش ما يصير شيء. والله شو نقول لك؟ والله حاجة ملحوظة ما فيه، حاجة ملحوظة على وجه يعني على أرض الواقع ما فيش. مجلس النواب يا ما مقصرين يا هذا حد إمكانياتهم يعني، لكن إن شاء الله يعين الله البلاد وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن. كنت متوقع إن هم يقدموا أكثر؟ والله قبل متوقعين من يكون قبل نحن ليبيا طامعين فيها تبقى أحسن حتى من دبي. قبل نحن طامعين في ليبيا تكون أحسن من دبي، جينا توس زي الصبال والله أقل. هذا الصح يعني. في رأيك شنو الحل؟ وضع ليبيا بالكامل بل الأبيار بحد ذاته يعني قاعدة غارقة في القمامة وغارقة في 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 مشاكل واجدة وعدم السيولة وقل الخبزة. كل ما سمى النايب بتاع والله يجي، لكن فقط شيء لا يعطيه الله غالب، هذا حد امكانياته وهذا حد شهده، رغم ان راه النايب يعتبر من منطقه الابيار وقطراني، ولكن اللي عليه دارها يعني يعني الله غالب هذا ما حد موجوده، هذا اللي عنده. شو توصي سيادتك اليوم للنواب؟ شو والله نقول لهم اتقوا الله في الشعب الليبي اللي حط صبيعه في الحبر ورشحكم وحطكم على اساسكم تخدموه وتقدموا له خدمه، ولكن للاسف الشديد ان جيتوا عكس ذلك يعني. ونتمنى يعني ان شاء الله يكون رأي مسموع وراي وراي كل الناس مش غير انا. هذا منطقه هذه راي الشعب الليبي بالكامل، ما يبي الا يعني اولا الامن والامان، الحمد لله توفر الامن والامان بقياده القوات المسلحه، ونشكر المشير خليفه حفتر على مجهود طيبه، ونحن الحمد لله والله كانت بنغازي حتى ما نمشي لها هذه حقيقه يعني.
والنواب نبوهم يكونوا يحذوا حد المشير ويكون حتى احسن من حيث تقديم الخدمات والمصلحه العامه للبلاد، وان شاء الله يوفق الله يا حميده وننسوك في منطقه الابيار. اهلا وسهلا بك الله. ما زلنا مشغولين معاكم مشاهدينا الكرام داخل مدينة الأبيار، وحاليا قاعدين على بوابة الأبيار حناخذ رأي المواطنين أيضا ونشوفوا عملهم. نقدم تحية كبيرة جدا لكل شباب الشرطة اللي قاعدين حاليا معانا في أمن وأمان هالبوابة وعلى عملهم الدؤوب. كل صراحة سيء سيء سيء. ما فيش أي حاجة، لا سيولة لا دقيق لا شيء، ما فيش. شو توصل لهم رسالة اليوم النواب؟ شو نقول؟ والله يا ريت يتقوا الله في الشعب. أنا حبيت نشكركم على وجودكم في هالصقع بوة الأبيار وعملكم اللي قدموا فيه 24 ساعة. سلمك بارك الله فيك. سلامة الله. كلمة تقولها اليوم كلمة شاد فينا واحنا اليوم في داخل مدينة الأبيار. والله شو نقول لك يعني بصراحة. مشكور بارك الله فيك. بالذات يعني المواطنين حتى هم متعاملين معنا والأعضاء المرور مدين عملهم الأكمل واجب. نحن طبعا هذه بوابة مرور الأبيار تتبع مديرية أمن الأبيار اللي هو مدخل منطقة الأبيار الغربي، ومشكورين وبارك الله فيك. يعطيكم الصحة إن شاء الله. تحية كبيرة لكل رجال الشرطة في الأبيار، تحية لكل رجال الجيش العربي الموجودين جوا، تحية لكل واحد بأمن وأمان بلدنا. قلنا نبو جيش ونبو شرطة، والشرطة اليوم موجودة في حماية المواطنين والجيش قاعد في حماية الدولة، فرب إن شاء الله يحفظ بلادنا يحفظ وطننا. منتهين كاقتصاد، اقتصاد منتهي. من أي ناحية؟ من جميع النواحي. شوف قيمة جنيه أنت، كيلو الموز كم بجنيه ربع صح ولا لا؟ توب 9 جنيه ومجبر إني ناخذ، وراني نازح ساكن في براكة. كلام سليم؟ ما اللي تعزق عليه اللوم؟ والله لاعبين عليهم باعونا، صدق وفهمان، ماتوا رجالة ماتوا صح ولا لا؟ شلناني اللي جو صلقوا وكلهم عباد وحسب الله ونعم الوكيل. لو نقول اختار لي شخص او كيان وتوصل له رساله من نحن بصدق وبامانه يعني وصلنا لمرحله من الجهل ان قعدنا يعني ما نشوفوش غيرنا نقبوا كيف والله افضل منا، فقعدنا شنو كيف تتبع. فلذلك شو نقول لك يا راجل، من الاخير من الاخير نحن تبينا دوله قويه، سياسيين اقوياء ويخافوا على البلاد. الشخص اللي تقول له يا فلان عندي لك رساله لحظه أنا. رساله شكر او ذم، يا ذم شخص يا شخص او كيان او اشكره. ما نقدرش نشكر. عن اول حاجه نشكر جميع شباب الجيش، الصغير قبل الكبير هذا اولا، وثانيا نشكر الناس اللي صبروا وعانوا واجد، يعني في ناس عانت وصبرين. تسائل السياسة عرفت كله بالنسبة البرقة يشهد بالله أن بعد طلعة المشير أن متريحين وتريحنا، ما زالت نضعض عشوائي من السيولة من غلاء المعيشة عرفت، تعبانين منها غلاء المعيشة، تعبانين منها للنهاية. عن تو الزيت اللي غيرت هذا عرفت 80 جنيه زيت غيرت، فهمتوا 80 جنيه 4 كيلو ب80 جنيه. وقال بالنسبه لل فهمت الوضع المعيشي ولا لا؟ الوضع المعيشي للسفر متبلحين للنهايه، هذا الوضع المعيشي. وقال له كراحه نفسيه وامان نشهد الله من طلعت حفتر عرفت ونحن متريحين وامان باهي. وقال له بالنسبه لها الجماعه الغربيه راهم مغلوب على امرهم كمواطنين، حتى هم ضايقين كيفنا لكن مغلوب عليهم.
بقدرش اتكلم، واللي تكلم يمسكوا يقتلوا. عرفت؟ حكم فيها السراز وحكم فيها الناس اللي جايه من برا، ما هم شيء وطنيين بصراحه. لو نقول لك اختار لي شخصيه وصل لها رساله سواء شكر او ذم، من تختار؟ الشخصيه الوصل رساله، انا وصلت الرساله المشير حفتر باهي، ان ينقذنا بدري ونحن مستعدين حتى اللي عسكري يحيدوا تبشى ونعدوا مدني ونخشوا على اطراب السادية ونخشوا على المصرات او نخشوا عليهم، فهمت؟ لزوا هالميليشيات اللي فيها فيه. بلاش عسكريه وجوهم بحيط البلاد اللي ينقذوها ينقذها الشعب، الشعب كله محفر والشعب كله يبي جيش ويبي الشرطه ويبي الامن. والله يا راجل، والله ان شاء الله خير اول حاجه، لكن مش عارف نقول لك الوضع ان شاء الله ربي يصلح. وضع الاقتصادي انت كيف شايف؟ والله صعب يا راجل. اي نعم والله صعب. اه تو خذيت خضره ب 20 جنيه شكيثيني غدا، هذه ورقه غدا تو، وهاي سلعه العويل الفطور في الصبح هذه كلفت قريب 100 دينار، وخذ مال الحال وعد. لا اسعار واعر بك واعر بك مشوار واعر، تو في اللي عنده خوت والله عائله واحده مترابطه ماشي امورها، ذاك اللي يبقى ساكن مثلا بروحه في بيت والله ني صعب، صعب جدا يعني. يبان التقصير وقتها. ها؟ يبان التقصير وقتها. قاعد باين قاعد باين قاعد باين، الدولة غايبة غياب. الخبزة قاعدة 5 دينار ولا 7 دينار. إذا شفت الوضع الاقتصادي صعب جدا الحقيقة، أنه صعب جدا. لو الوضع السياسي أنت شنو شايف الحوسة؟ السياسي والله تأمل تأمل خير إن شاء الله، نقول تأمل خير إن شاء الله. متوقع خير بعد سب... بعد سب... بعد 17 12؟ والله إن شاء الله. ان شاء الله عندنا امل ان شاء الله. لو نقول اختار شخص سياسي وصل له رساله، من تختار؟ حفتر. حفتر نحن نبوه يمسك الدوله. بعد حفتر ما نبوش نحن. هذا اللي نحقوا فيه هو اللي ريح البلاد تو. بنين ما كانش امنه. ها والرجمه. ما كانش امنه حتى الرجمه. والله متدور بك. العرب تمت تبيع فيها الحديد، وانا كان شفت حتى تمت تبيع في حج تبشى يا راشد، فهمت علي ولا لا؟ يعني ماساه يعني مسكر لا يوصف، عرفت يعني؟ ما عادش عرفت شو بدير العرب، ونحن املنا ان نخش على طرابلس هذه باش تريح الناس وسقم وضعها. الوضع السياسي، الوضع السياسي كويس، شو رايك فيه؟ كيف شايف انت هالحوسه اللي حيسه فيها بلادنا شرقنا وغربنا؟ والله والله ان شاء الله نقول كويسه يعني، وضع كويس، لكن دوا القصه كلها في السيوله. سيوله ما فيش يا راجل، ملينا عليم الله ان ملينا. الناس ملي على الناس اللي عندها 6 عيال وسبع عيال. يعني معاناه المواطن الاكثر الاكثر هي الاقتصاديه اكثر من السياسيه. ايوه يعني ان شاء الله نقول لك الاقتصادي تريح لو السياسه تريحت. عليم الله. ايوه عن طبيخه. تنقص فيها حاجه ما عادش تنفع. ايوه. لو نقول لك اختار لي شخص سياسي مساسة وتوصل له رساله، من يخطف عقلك شو انت بتقول له؟ يعني عقاب اي حد من المسؤولين. اختار لي شخص ووصل له رساله. يعني شنو نقول لك؟ اختار شخص. انا نتمنك يعني ما يعني مش اي مسؤول، عرفت؟ يعني الناس اللي كيف مجلس النواب هذاي يروف الشعب اللي يشوفوا حالته بس. يطلعوا للشارع ويبهتوا الناس، في الناس ما عايشين سيوله، انا ندوي لك على شركه الخدمات هي 28 شهر ما سلكتش. فهمت علي ولا لا؟ يعني وضعها متداور في شركه الخدمات. فهمت علي ولا؟ والله قاعد نبيع في الحديد والخرده باش نوكل بين عويلتي. والله من الكنيس قبل كنا الكنيس تنفع منن ونخدموا فيها البلديه ونلقطوا في الخبزه، تمنا حتى الخبزه ما عادش تمنا نطقوا فيها. الخبزه اليابسه ما عادش تمنا نطقوا فيها. هو صعب ان شاء الله وصعب. بارك الله فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يعطيك الصحه يا رب. ونتمنى ان يشوفوا هالجلال بس. نعم. قسم الدم وفاسده الدم ونين. تمناهم ان من ربك يبر مبرمع الجلال وبعتوا حالتي. والله في ناس عفنت، انا من امبارح كنت غادي، والله في ناس. شنو عندك غادي؟ انا عندي حاله في قسم الجروح في قسم الحروق، فهمت علي ولا لا؟ يعني شبه يومي فصيله الدم اي بي سالبه ما نحصلش فيها، نجرب في ناس من المعسكرات، فهمت علي ولا لا؟ ويعطوا فيا بالشيشه، نتمنى نطلع بثلاث الشاش. وضع تم الدهور، البنت عندي غادي في المستشفى الجلا وضعها متدهور، فهمت؟ والحق يعني في ناس والله اذا حلال ويصبوا ويفزعوا، انا نأمن ان من ربك يشوف وضع الحل الناس اللي قاعده في الشارع بس.
الله يسلمك. لاباس على البنيه ان شاء الله. الله يسلمك. تسلم. الوضع قاعد صعب شويه، ما زلنا احنا في اول لقاءاتنا ولقينا الوضع مش ولا بد، تعال شوف باقي اراء المواطنين من داخل منطقه بنينه. كان وضع ليبيا من ناحية من الشرق، أعطيني الناحية الاقتصادية تو معيشتنا ووضع مزري، خليني كواقع كرواتب وكسلعة غليت وكبلاد تمت كل يوم في الغلاء، جنيه وجنيهين يزيدها كل يوم كي سلام عليكم، لكن كبلاد راحة وأمان كسياسيا وهنا نحكي لك الشرق أمان والحمد لله وحق جلالة الله ما كنا ليش نحن موبيب كيف كنا وكيف أصبحنا. كانوا هنا على تلال منطقة الرجمة على جبلها وتوا وين قاعدين في نهاية قريب يطلب من ليبيا بك. هذا فضل الله، فضل الرجالة وفضل المشير خليفة بن قاسم حتى بالعزيمة بتاعه وبالرجالة اللي معاه وبالقيادة الحكيمة. شوفوا وين طقينا انتوا والحمد لله، يعني ما عداش تعبنا هباء عرفت الحمد لله رب العالمين. لما نقول لك اختار لي شخصية أو كيان وقدم لنا رسالة شكر أو ذم، من تختار؟ نختار شكر 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 القيادة العامة للمشير خليفة بن قاسم حفتر، راجل نقذنا ربك والراجل لولا هذوم الاثنين وحق جلالة الله رانا قعدنا في شيب. قال لولا الجيش وراجل شيب رانا في الأوطان ذئيب، أنا قلت لولا الجيش وراجل فايح رانا في الأوطان ذبايح، لأن قعدنا في الأوطان غير رقابي بس، والحمد لله فضل الرجال وفضل المشير قعدنا في خير الخيرة إلا الاقتصاد والوكالة هذين سالات أم حاجة الوطن رد بالكلام. الحمد لله فضل الرجالة وفضل المشير. والله الحمد لله بما رد الله وربنا أول مرة إن شاء الله يقوي الجيش، لكن الوضع الحالي ما زال متداهم. لو قلنا الوضع الاقتصادي المعيشي كيف شايف؟ تعبان للصفر. من ناحية الغلاء المعيشة، السيولة ما فيش سيولة تمشي للمصرف داعك كم يوم وما فيش حتى حاجة. الأسعار نار اليوم في الزايد، كل يوم في الربا، آخر بالربا. الشيك هذا اللي بستين دفع بمية بالشيك، هم السنان ناخذ في دباش عندي مناسبة قالوا لي كان تبي بالشيك بسعر وكان تبي بالكاش بسعر، لأن الشيك فيه عليه فائدة يحطوا فيها ربا. نعم حالنا يستر الله. وضعنا السياسي يا حويش كيف شايفه؟ حوزة بلادنا شرقنا وغربنا وجنوبنا وهل الانقسامات في البلاد اللي صايرة، أنتوا شياب العقال كيف شايف؟ شن متخيل كيف حيكون وضع ليبيا؟ والله وضع ليبيا أنا نظري لازم القوة الأمنية قبل كل شيء، لأن ما فيش حد حتى في هلك كان ما عندك رجال ما يحترمكش حد، وعزوتك بجيشك وبولادك. جيش قبل الرئيس قبل السياسة لازم منه، الجيش هو اللي يرهب العدو اللي بيجيك، يخوف جيرانك، جيرانك يدير لك قيمة ويدير لك اعتبار، بلا جيش ما عندكش قيمة. وكان على الكراسي ما حد يتنازل لحد، كلها تريد الكراسي، عندنا 200 واحد في البرلمان كلهم على الغاية رؤساء كلهم. لو نقول لك اختار لي شخص أو كيان أو مؤسسة ووصلها رسالة شكر أو ذم، من تختار؟ مؤسسة العسكرية قيادة سعادة المشير خليفة حفتر، نقول له يعينك الله أولا والبلاد أمانة في رقبتك، ما تسيبهاش لأن الطمع جاي فيها من برا طليانة مروح المصوات. شو أخبارك حويش؟ مرحبا حالك طيب؟ سؤالي لك نفس سؤال حويش، شو رأيك وضع البلاد؟ وضع بالدهور والله، وضع منتهي، فرج عينا ربي بس. في رأيك شنو الحل؟ الحل ان تكون يسلموا البرلمان هذا يسلم للجيش، خاطي هذا ما فيش حل. ليبيا هالانقسام اللي صاير فيها وهالحوسه في رايك اللي عندمته حيقعد؟ انت لما تقعد بينك وبين روحك بين احنا اللي عندمته بلادنا من قسمها. والله لا اسمع، بالنسبه للقسمه هذه في ايادي خارجيه تبي الشيء هذا، وفي حتى وحدين في الداخل انا يبوا البرنامج هذا يصير وما يبوش ليبيا تستقر. مستفيدين من الشيء هذا، لكن انا اقول حلها معروف بعد واضح، حلها اللي طلع الانصار من البلاد وحرر البلاد هو اللي يمسك البلاد. من توصل الرساله اليوم؟ توصل القياده العامه
وقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر أن يرد باله بالبلاد وأن يستلم أمور البلاد. خاطي هذه ما فيش حل. الله يعطيك. ربي يحفظك. ربي يحفظك. تفضل معنا. بارك الله فيك. الله يحفظك. والله العظيم. بارك الله فيك. تسلم. بهيك انتهت حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك داخل منطقة بنا الحبيبة. اليوم رأي المواطن وصل معنا ورأي الناس قالوا بكلمة واحدة، قالوا خلاص سافنا من الوضع الاقتصادي المدهور، ملينا من غلاء الأسعار، ملينا من سوء المعيشة، ملينا من اللعب بالمواطن. المواطنين اليوم كلامهم وجهوه اقتصاد وسياسة، الوضع عام تعبان. قالوا رسالتنا اليوم نبوها لسيادة المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة، قلنا نبو بلادنا جيش وشرطة، الشرطة موجودة وهو الجيش اليوم معنا. الجيش موجود في كل مكان يحمي في بلادنا ويحمي في وطننا، شرقنا بالكامل حميها الله من عنده من فوق عز وجل، وحمينا رجال القوات المسلحة. اليوم صوت المواطن وصل وقال نعم لدعم القوات المسلحة، ونعم لأمان وأمن بلادنا، ونعم لليبي الحبيب. ينصر الله بلادنا وينصر الله وطننا ويحمي الله جيشنا ويرحم الله كل شهدائنا. ليبيا راهي طيبة، ليبيا بسيطة، ليبيا ناسها أرقاد ريح. لو وحدنا كلمتنا، وحدنا راينا، ولمينا شمنا شرقنا وغربنا جنوبنا، حنعيشوا أحسن حال. نحن شوية ما هناك شيء، فنوحدوا كلمتنا ونوسعوا بالنا. ليبيا خير ما تضيع من بين يدينا، بعدين نقولوا يا ريت اللي صار ما كان. مشاهدينا الكرام، كامل الجمال الفارسي شفنا اليوم حلقتنا من داخل منطقة بنينا الصامدة. شكرا، يحييكم، يحفظ الله بلادنا، يحفظ الله وطننا. السلام عليكم.